كباقي الشباب المغاربة، عدنان حلم يهاجر للديار الأوروبية، وحلم اليوم صبح حقيقة من بعد ما حصل على تأشيرة العبور لفرنسا. تحشناك أوليد خويا، غير بعد ما راك عندك شي ديال الوراق، ديال الوراق الفيزا خرجت لي، دخلت عليك في الله. أباك مسعود الله يحفظك. أول زيارته للمغرب من بعد الهجرة، جاو هو كل شوق وحنين لمسقط الرأس ديالو. من حبو لبلادو صبح كيتردد عليها بشكل كبير، لكن ما كانش كيتوقع القدر اشنو مخبي ليه. فزيارته الثانية للمغرب كانت هي الزيارة الأخيرة، بحيث غادي يبقى الحلف ديالو.